واجعلنا واياكم متحابين في الله، واجعلنا واياكم الذين احسن الحسنى وزياده، واجعلنا واياكم قاموا، واجعلنا واياكم الذين امنوا بهم ربهم بايمانهم بالنجم الخير والنهار باذن الله. اللهم وفقنا الخير واعنا عليه، اللهم وفقنا فيما تحبه وترضاه من القول والعمل والنيه والهدى، انك على كل شيء قدير. شيخ الله يشافيه ويعافيه، الله يبارك لنا فيه، الله يفيض بحره ان شاء الله، ويحفظه ان شاء الله، لا قول العدل والمدد، لا جعل ان شاء الله اخواننا صور متقابلين، الله لا يسلمنا ولا غير، يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين، اجعلني الصائمين والقائمين، ان شاء الله نور على نور. اللهم صل على الشيخ محمد الهاشمي وسيدي محمد الهبري وعن ابي وعن مشايخهم الى اولياء الاسلام، خذوا ديتنا الى اخر المسلمين، وجعلنا سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أتم وسيلته وفضيلته ودرجته ورفعته، بعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لست ميعاد، وجعلنا آتنا رسول الله وأصحابنا رسول الله وكل من أمن برسول الله ونحن معه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان واجعل في قلوبنا غل من الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. أما الذي يتحد به الأوقات وتخرج من الطهر وتقرب من الأمائي وتنال بأبرائي وإلحمان من السعيد وعلى آله وصحبه كل الحكمون فكري على العدو كل ما نوم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ضاد يا ربي.